أنت محظوظ لمشاهدتك هذا الفيديو. إذا كنت تعمل على أمازون كي دي بي أو ميرش باي أمازون أو مصمم رسومات أو شخصا يحتاج إلى صور في وظيفته، فمن المحتمل أنك تكافح أحيانا للعثور على صور جيدة تتناسب مع احتياجاتك وبدون حقوق ملكية، لأن هناك العديد من المواقع التي تقدم لك فعلا صور عالية الدقة مجانا، ولكن ليس من السهل العثور على ما يتناسب مع ما تبحث عنه. لذلك في هذا الفيديو قمت باختيار تشكيلة رائعة من المواقع التي أشتغل بها شخصيا والتي سوف تبهركم، وسوف تسهل عليكم الوصول إلى الصور التي تريدون العمل عليها، خاصة لمن يعمل على أمازون كي دي بي لنشر وبيع الكتب أو مواقع بيع تصاميم التيشيرت. لكن قبل البداية لا تنسى أخي دعمنا بالضغط على زر إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وإن كانت هذه أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول. إذن على بركة الله، أول موقع سوف نتحدث عنه هو بيكساباي. هو موقع عالمي مجاني يوفر العديد من الملفات المجانية، صور، رسومات، مقاطع فيديو دون الحاجة إلى إسناد، وأيضا يمكنك استعمالها في الأغراض التجارية. ثم موقع فيكتيزي، هو كذلك من أكبر المواقع الخاصة بالرسومات فيكتور في العالم، حيث يمكن اكتشاف إبداع الفنانين من جميع أنحاء العالم. بمجرد البحث ستجد ما تريده لمشروعك، حيث نجد أن الموقع يوفر العديد من الملفات المجانية المتاحة للتنزيل حسب الترخيص، ويمكنك كذلك حتى الاستفادة من الصور التي تحتاج لتراخيص باشتراك في الموقع. ثم لدينا الموقع الثالث هو ثريبيك، من أفضل المواقع التي تقدم ملفات الفيكتور مجانا ومن أشهرها على الإطلاق. فموقع ثريبيك يعتبر كنزا للمصممين، ستجد داخل هذا الموقع لافتات وخلفيات، ويحتوي الموقع كذلك على أكثر من مليون مصدر، والجميل هو أن هناك العديد من التصميمات تضاف يوميا، ويسمح لك كذلك الموقع بتحميل تصميماتك لصالح المصممين الآخرين، ويمكنك كذلك الاستفادة من الصور التي عليها حقوق أو تراخيص بالاشتراك في الموقع. ثم الموقع الرابع هو ثريبي إنجي، هذا الموقع هو كنز بالنسبة للمصممين المبتدئين في المجال، لأنه يعطينا صور بدون خلفية يمكننا استخدامها في الأعمال الخاصة بنا، وكذلك إن كنا نشتغل في أمازون كي دي بي فهناك بعض الأعمال الخاصة بالكتب التي تحتاجون فيها فقط الصور بدون خلفية. ثم الموقع قبل الأخير وهو الذي كنت سوف أتحدث عنه أولا، ولكن لأنني قمت بشرحه سابقا فلم أذكره أولا، وهو جوجل الغني عن كل تعريف. فبالنسبة لجوجل فهو كنز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكن المشكل هو أن أصدقاء لا يعرفون كيف يستغلون هذا الموقع والاستفادة من هذه الصور بدون حقوق الملكية. ولمن يريد شرح الطريقة فما عليه سوى الرجوع إلى القناة، فقد قمت بشرح فيديو مختصر على طريقة تحميل الصور من جوجل بدون حقوق ملكية. وأخيرا الموقع الغني عن كل تعريف كرياتيف فابريكا، فهذا الموقع يمنحنا صور، أيقونات، وكذلك مجموعة من الخطوط والعديد من المميزات الأخرى، والجميل هو أنه باشتراك صغير جدا هو دولار واحد. ولكن للاستفادة من هذا العرض ما عليك أخي سوى الدخول إلى وصف هذا الفيديو، ستجد الرابط عند الدخول إليه، سيمكنك من الاستفادة بالاشتراك في هذا الموقع بدولار واحد للشهر. إذن إخواني هذه المواقع إن ركزتم عليها فسوف تغنيكم عن باقي المواقع الأخرى، ولقد قمت بمحاولة إعطائكم أهم هذه المواقع حتى لا يقع لديكم خلط، وبالتالي تكون الاستفادة 100%. إذن إخواني وصلنا إلى نهاية الفيديو، إن عجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب وشاركوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال، وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.